السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا إلى نشرة أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية، والبداية مع أبرز العناوين. جهود متواصلة لشرطة عمان السلطانية للحد من انتشار جائحة كورونا. أهلا بكم. جهود متواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا تقوم بها شرطة عمان السلطانية في مختلف محافظات السلطنة لتوعية المواطنين والمقيمين في الأحياء السكنية والشواطئ احترازا من انتشار هذه الجائحة. ضمن الجهود التي تبذلها شرطة عمان السلطانية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتنفيذا لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، فبعد التوكل على الله وتكاتف الجميع فأصبح كل واحد منا في خط الدفاع الأول للحد من انتشار الفيروس، فكان التدرج في الإجراءات حسب معطيات الحالة والذي قوبل بالتزام وتقيد أغلب المواطنين والمقيمين تنفيذا لقرارات اللجنة. كنا نردد كلنا شرطة، واليوم نؤكدها معا كلنا عمان. تطورات الحالة لكوفيد-19 تتسارع، ولكن إيماننا بالله أولا وبجهود أبناء الوطن في كافة القطاعات تزداد قوة وإصرارا على تخطي هذه المرحلة. فالرهان على وعي وتقيد المواطن والمقيم كبيرا، فكان التزامهم بكافة القرارات الصادرة من اللجنة العليا في تقليل حدة انتشار الفيروس داعما ومساهما في هذه الفترة حتى الآن. جوا وبرا وبحرا تواصل شرطة عمان السلطانية وما زالت في تقديم العديد من الوقفات التوعوية بكافة اللغات عبر وسائل التواصل الإعلامية المختلفة المباشرة وغير المباشرة، فكانت مكبرات الصوت الداعية إلى التزام الجميع بكافة القرارات التي تصدر من اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع فيروس كورونا كوفيد-19، والتي ساهمت بشكل كبير في التزام الجميع بكل تلك النداءات والإرشادات الاحترازية الوقائية. كما تعمل نقاط التحكم والسيطرة بالتعاون مع قوات السلطان المسلحة في كافة محافظات السلطنة من التقليل من التنقل من محافظة إلى أخرى إلا وفق ضوابط محددة. إذن كل هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية ما هي إلا لتحقيق الغاية والهدف المنشود، وهو سلامة الجميع وكذلك الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. طبعا ما نؤكد عليه دائما في كل رسالة توعوية وإرشادية هو البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا عند الضرورة، وكذلك عدم تداول هذه الشائعات التي تصدر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. علينا أن نأخذ كل هذه المعلومات من مصدرها ومن الجهة المعنية، ونتمنى إن شاء الله هكذا نقول في القريب العاجل تعود الحياة ونبض الحياة مرة أخرى في كل أركان هذا الوطن العزيز وكل العالم بإذن الله تعالى. من محافظة ظفار الراي طارق بن عوض الشنفري. يواصل الطلبة المبتعثون العائدون إلى أرض السلطنة دراستهم الجامعية عن بعد وفقا للنظام المتبع في المؤسسات التعليمية التي ينتمون إليها. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. حمد العزاني طالب مبتعث في الولايات المتحدة الأمريكية عاد إلى أرض الوطن ليخضع بعدها مباشرة إلى العزل المؤسسي. هذا الأمر لم يثنه عن مواصلة دراسته الجامعية عن بعد، فما بين متابعة أولية وبحث وقراءة عاش تفاصيل أيامه 14 مجسدا بذلك نموذجا من نماذج الشباب العماني الملتزم. الحمد لله اليوم تميت 14 يوم في العزل المؤسسي، والحمد لله الفريق الطبي ما قصر منذ وصولنا لحتى الآن، يعني دائما متواصلين معانا ودائما مباشرين بالعمل معانا. كان واجب علي أن أكون في العزل المؤسسي 14 يوم، هذه خدمة وطنية. وبعد تمام المدة ها هو يخرج وملامح الفرح قد ارتسمت على محياه، يستلم ورقة الترخيص
من العزل الصحي المؤسسي بواسطة الفريق الطبي المكلف بمتابعته، فريق يقوم بدور بارز في التعامل مع حالات العزل الصحي وفق خطة واضحة المعالم. نحن بنتابع الناس اللي جايين معانا في العزل المؤسسي والعزل المنزلي، إذا كان جايين من السفر يوصلنا إيميل من مطار مسقط دولي ونعمل برنت للاستمارات اللي وصلتنا ونتابع الناس. بالنسبة للأشخاص اللي جايين من العزل المؤسسي نتواصل معهم ونأكد لهم يتموا في غرفهم لين ما نبدأ متابعتهم. وإلى المنزل كانت الوجهة الأخرى، وهنا تجسيد لمعنى الإحساس بالمسؤولية الفردية والوطنية. الوعي كان ملحوظا منذ لحظة الاستقبال، العائلة هي الأخرى قامت بدور كبير في سبيل تحقيق الأهداف المرسومة، وهذا ما كان واضحا للعيان. كنا نطمن عليه باستمرار، يعني اتصالات تقريبا صبح ومساء، أيضا نحاول نشوف احتياجاته ونوصلهن له، وأيضا كنا نتابع موضوع دراسته عن بعد، فكانت والدته دائما تساعده في شو اللي هو يحتاجه، وكنت أنا دائما أيضا أشوف احتياجاته في هذا الموضوع من ناحية الدراسة عن بعد. أنا أتمنى أن كل أسرة لديها واحد من أبنائها في الخارج يرجع، أن يكون هناك عزل صحي حتى لا يكون في انتشار للمرض، ما حد يعلم هناك، لازم تكون هناك فترة 14 يوم عشان الإنسان يتحقق أنه ممكن يكون حامل الفيروس أو لا. إذن حمد العزاني وبعد وصوله إلى بيته سيواصل العمل على اتباع الإجراءات الوقائية المتمثلة في تطبيق التباعد الاجتماعي مع أهل بيته ل14 يوما إضافية، حرصا منه على سلامته وسلامة أسرته. أنور بن زاهر الغريبي، محافظة البريمي. أخبار الثقافة مستمرة معكم من قناة عمان الثقافية وتتابعون فيها بعد قليل. طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ببريطانيا يلجؤون للتواصل مع الآخرين بالطرق الإلكترونية. عدم الالتزام بتوجيهات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا يعرضك للخطر والمساءلة القانونية. حافظ على صحتك. أهلا بكم من جديد. في التراث الأوزبكي رقصات وفنون عديدة أكثرها شهرة وانتشارا، رقصة خورزيوم لازجي نتعرف عليها أكثر في سياق هذه المتابعة. خورزيوم لازجي رقصة تقليدية أوزبكية تعود إلى القرن الأول بعد الميلاد، وهي تتميز بالتناغم التام في كل الخطوات وكأنها تسير وفق خوارزميات محددة. تحكي هذه الرقصة الكثيرة والكثير من قصص الحب والعطف في الفلكلور الأوزبكي، وقد تم توثيقها في العام الماضي ضمن قائمة التراث غير المادي للإنسانية باليونسكو. يتدرب الراقصون يومياً في المجمع الوطني الأوزبكي للفنون الواقع في العاصمة طشقند. أنشئ هذا المجمع عام 1968 وبدأ كمركز للأوركسترا السيمفونية الأوزبكية، ثم تطور لأن يكون مجمعاً ثقافياً متكاملاً للأغاني والرقصات التقليدية، وكذلك يعمل على توثيق ورواية التاريخ الأوزبكي. معنى كلمة لازجي هنا هو الرعشة. طوال تأدية هذه الرقصة ترتعش الأيادي والأصابع والأكتف، ويتحرك الجسم عموديا وأفقيا كأمواج البحر.
كل عضلة في جسم الراقصين تؤدي دورها في هذا الفن. في رقصة خورزم يطغى صوت الطبيعة والفطرة المسالمة على كل شيء، حيث يرتدي الراقصون أزياء بها أجراس صغيرة تطلق رنينها في كل حركة. تشير المخطوطات التاريخية إلى أن رقصة خورزم لازكي بدأت في الفترة بين القرن الأول والخامس بعد الميلاد، وتمارسها الشعوب على امتداد واسع في منطقة آسيا الوسطى كتركيا وإيران إلى جانب أوزبكستان. وهناك 9 أساليب لتأديتها وفقاً للأدوات الموسيقية المستخدمة فيها، وفي واقع الأمر لا أحد يعرف تماماً كيف كانت تؤدى في بدايتها، ولكن الأوزبكيين يعملون يومياً على تطويرها ونشرها من أجل صونها وصون تراثهم العريق. مع توقف معظم الأحداث والفعاليات ومظاهر الحياة حول العالم بسبب جائحة كورونا، لجأ العديد من الناس إلى العالم الافتراضي للتخلص من وطأة الشعور بالعزلة. وفي بريطانيا وجد طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة المشاركة في بطولات الرياضة الإلكترونية طريقة للتواصل مع الآخرين، الأمر الذي يحسن من مهاراتهم الذهنية والسلوكية. حقق طلاب مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمملكة المتحدة حضوراً لافتاً في بطولات الرياضة الإلكترونية التي ازدادت شعبيتها حول العالم في السنوات الأخيرة، وهي عبارة عن منافسات رياضية تقام عبر الفيديو والواقع الافتراضي، تعود نشأتها إلى عام 1983 ومعترف بها دولياً. يطلق البعض على هذه البطولات بالمسابقات الذهنية لأنها تساعد المتسابقين على تنمية العديد من المهارات والقدرات الفكرية. وقد لاحظت مديرة مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة الكثير من التأثيرات الإيجابية في سلوك طلابها المشاركين وتحسن كبير في حضورهم الذهني. وتذكر مديرة المدرسة بأن طلابها استفادوا كثيرا من ممارسة هذه الألعاب مع استمرار إغلاق العديد من المؤسسات وتوقف البطولات الرياضية في بريطانيا بسبب جائحة فيروس كورونا، مشيرة بأن هذه التجربة شكلت نقلة نوعية في سلوك وشخصية بعض الطلاب. ربما لا يرغب بعضهم في حضور حصص الرياضيات واللغة الإنجليزية في المدرسة، ولكنهم بحاجة إلى الحضور كشرط رئيسي للمشاركة في المنافسات الإلكترونية. حسنت هذه المسابقات من سلوكهم وتواصلهم مع الآخرين. أثبتت الدراسات نجاعة الرياضة الإلكترونية في تعلم وتطوير العديد من المهارات كالعمل الجماعي والقيادة والاتصال وصنع القرار وحل المشكلات والتخطيط الاستراتيجي. كما تساعد هذه الرياضة الطلاب على فهم أنفسهم وأسلوب تفكيرهم ليتمكنوا من تحديد التخصصات العلمية والعملية التي تناسبهم في المستقبل. ختاما لنشرتنا الثقافية نذكر بأبرز عناوينها. جهود متواصلة لشرطة عمان السلطانية للحد من انتشار جائحة كورونا. نلتقيكم بإذن الله تعالى في جولة أخرى من أخبار الثقافة. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.